مرحبا، عندك مهل. حولاش ونتمنوا الانصاف ديال الضحيه وان تكون العداله عندها مسار اللي هو مسار قانوني، وكنتمنوا ايضا ان هذا الملف ياخذ واحد التوجه اللي هو سليم، يعني لكل ذي حق حقه. هذا هو الحق الله يرضى الله. الدوزيام كي يصور بركة، لا معقولة الدوزيام يصور درجة تصورها. السيمانه اللي فاتت عاد تلقط لي انا Thank you.